سفيه سفيه، ماذا تريد يا وسيط؟ سوف نذهب أنا وسبونج باب إلى البحر الميت، سوف نصطاد السمك. هل أنت أحمق؟ لا يوجد سمك في البحر الميت، إنهم يصطادون الذباب. هل لديك مصلحة معنا أم لا؟ حسن حسن، انتظروا. لكن انتظر قليلا، الفحم واللحم عليك وأنا سوف أحضر معدتي كي يأكل معكم. لكن انتبه، سوف تركب في البيكم من وراء، لأن في الأمام ساندي ومستر سلطة وعضل وأنا أيضا. لا، سوف تدعوني في البيكم من وراء. نعم، وسوف تدير بالك على بريق الشاي والكانون. هيا فلتنزل. حسنا، سوف أحضر الشبيبة معي كي أعزف وأمر. حسنا لا تتأخر ولا سوف نتركك هنا، وحياة الله. هيا وفي طريقكم في المشاهدة، إذا أردتم أن تذهبوا معنا يجب عليكم أن تضغطوا لايك وشير وسبسكرايب، أليس هذا صحيحا يا شفيق؟ نعم نعم، لايك وشير وسبسكرايب.